ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من عند الله تحية طيبة مباركة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد عمرو بن العاص بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. هذه الأرض الطيبة الطاهرة، أرض السلام والمحبة والوئام، هذه الأرض التي تفوح من رمالها رائحة الشهداء، شهداء هذا الوطن العظيم الذين ضحوا بأعمارهم وأنفسهم في سبيل استرداد هذه الأرض إلى أحضان الأمة المصرية، والذين ما زالوا يقدمون التضحية والفداء على هذه الأرض حتى تنعم مصرنا بالأمن والأمان. هؤلاء الرجال ورفاقهم هم حماة هذا الوطن وموازينه، استحقوا بكل فخر أن يؤرخ لهم العالم كله حتى يعرف أبناؤهم وأحفادهم أنهم أبناء خير أجناد الأرض، وحتى يطمئن الشعب المصري ويعرف أن من بين أبنائه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه فاستحق الشهادة وهذه المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ومنهم من ينتظر حتى يحظى بهذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى فداء لوطنه ولأبناء وطنه. أيها الإخوة المؤمنون، يقول نبينا المختار صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويأمن من فتنة القبر. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يحضر معنا هذه الصلاة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ليفتتح هذا المسجد الكريم، كما يحضر معنا أيضا فضيلة الدكتور نوح العسوي نائبا عن الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولفيف من أبناء هذه المحافظة الكريمة، ومنهم العميد ماجد محمد أحمد ونيس رئيس مركز ومدينة العريش. أيها الإخوة المؤمنون، خير بداية لهذه الجمعة المباركة القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ هاني الحسيني يتلو علينا ما تيسر له من آيات الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا
حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا لهذه التلاوات المباركة بصوت القارئ الشيخ هاني الحسيني، ونحن هنا في مستهل نقلنا لصلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والذي يحضر الافتتاح اليوم معنا اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومعه نائبا عن وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، يحضر الدكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، كما يحضر أيضا اللواء هشام الخولي نائب محافظة شمال سيناء، ويحضر معنا أيضا العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، ويحضر أيضا الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، ولفيف من أبناء هذه المحافظة الكريمة من أبناء بلدة مدينة العريش، هذه المدينة الطاهرة التي تنعم الآن بالأمن والأمان. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، ويؤذن الشيخ هاني الحسيني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم وسلم على سيدي ومولاي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ هاني الحسيني لصلاة الظهر من يوم الجمعة بتوقيت القاهرة من هنا من رحاب هذا المسجد الطيب المبارك مسجد عمرو بن العاص بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والذي افتتحه اليوم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ محافظة شمال سيناء، ومعه نائبا عن وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، يحضر الدكتور نوح العسوي وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه المدينة الباسلة التي ضحى من أجلها رجال كثيرون من أبناء هذا الشعب المصري العظيم، من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية، ومن أبناء هذه المحافظة الكريمة الذين يرفضون بكل شكل من الأشكال كل أشكال العنف والتخريب والإرهاب للفئة الضالة المضلة التي تحاول أن تسعى في الأرض الفساد وتروع المصريين، لكن أبناء الشعب المصري يتصدون لهذه الفئة بكل قوة وإيمان وعزم، واثقين في ربهم سبحانه وتعالى وفي أنفسهم أن هذا البلد سيظل بلداً آمناً أمناً أماناً سخاءً رخاءً بإذن الله سبحانه وتعالى وبتضحيات أبنائه الكرام من أبناء القوات المسلحة المصرية والشرطة وأبناء هذا الشعب العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن التضحية من أجل الوطن والشهادة في سبيله دليل على يقين القلب وثقته بالله سبحانه وتعالى عز وجل والرغبة فيما عنده، وعلامة على الطهارة من الأنانية وحب الذات. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. الحمد لله ناصر المجاهدين الصادقين وقاهر المعتدين الغاصبين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأكارم، يا بني الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، من الثابت المقرر لدى النبلاء من الناس أن تحقيق الذاتية الوطنية للوطن له أثمان غاليات نفيسات. يقول أمير شعراء العصر الحديث: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، أي مخضبة بالدماء في سبيل الله والوطن. فلا يبني الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. والتضحيات في سبيل الأوطان متعددة المستويات متنوعتها، وأعلاها التضحية بالروح والنفس. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ويقول ربنا جل شأنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول الشاعر عن الذي يضحي بنفسه وأنه أجود الناس: يجود بالنفس إن ضن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود.
لقد بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم المجاهدين في سبيل الله حراس الوطن والذين يلقون الله عز وجل في شهادة عظيمة بارعة في سبيل الوطن. يقول عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وللشهداء عند الله عز وجل فوق هذا وذاك منازل عظمى ومستويات راقية من البشريات تزيد عن 100 شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن الكريم مما استمعنا إليه من القارئ الكريم ومن غير ذلك. ومن أفضال الشهيد وبشريات المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء يوم القيامة جاء بجراحه تسيل دماً كأنه قد استشهد ساعتها. هذا الدم لونه لون الدم ولكن ريحه كريح المسك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من كلم كلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة بهيئتك هيئته يوم كلم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن أفضال الشهيد ومنزلته كذلك أن الله عز وجل يقبل شفاعته في 70 من أهله، وهذه منزلة عظمى ليست باليسيرة. إن الشفاعة من حظوظ الأنبياء والصالحين، فأن ينالها الشهيد فتلك مكانة راقية لبذل الروح في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يشفع الشهيد في سبيل الله في 70 من أهله يوم القيامة. ونقفي على ذلك كله بأن من منزلة الشهداء أنه يأتي يوم القيامة ذلك الشهيد وسط زمرة المرسلين والمصطفين الأخيار ووسط أهل الفضل أجمعين. يقول ربنا جل شأنه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ثم يبين هؤلاء المنعم عليهم فيقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، أو كما قال: ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأكارم، لا يسعنا في هذه الأيام المباركة، وكل أيام مصر مباركات، إلا أن نقول دون تعصب أو تحيز، فليس ذلك من الإسلام في شيء، ولو جاز في أي مكان لم تنع واستحال هنا على منبر رسول الله. نقول بكل أمانة وصدق إنه طيلة 1422 عاماً منذ يوم فتحت مصر
وهي تصنع الأمجاد لأمتيها العربية والإسلامية، تصنع الأمجاد. مهمة مصر صناعة الأمجاد. واقرأوا التاريخ يا بني الإنسان. وقد أشار رسول الله إلى هذا المعنى فقال: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. انتفض الصديق رضي الله تعالى عنه سائلا: ولما يا رسول الله؟ يعني لما هم خير أجناد الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لأنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، يا أيها الإنسان في كل مكان على كوكب الأرض، اقرأ التاريخ، تأمله، تأمله بدقة ووعي وحيدة ونزاهة وموضوعية. كانت الهزائم تحدق بالأوطان، فإذا دخلت مصر ميدان القتال انقلبت الموازين وتحولت الهزيمة إلى نصر مبين. تأملوا مثلا حطين، وتأملوا مثلا عين جالوت، وتأملوا بدرا الحديثة، تأملوا معركة العبور بين النسور والصقور والأسود من الأسلحة الأرضية والبحرية والجوية. تأملوا ماذا تم فيها. لقد جددت مفاهيم في القوانين والدراسات الاستراتيجية والعسكرية. لقد حفر المصريون تاريخا حديثا ينضم إلى التاريخ التليد بأحرف من نور. إنها مصر، إنها أرض الكنانة، إنها التي تستعصي على الكسر والركوع. وطن عليه من الزمان وقار، النور ملء شعابه والنار، تغفو أساطير البطولة فوقه، ويهزها من مهدها التذكار. والموت جرح الكبرياء بصدره يعوي، وتضحك حوله الأعمار. في كل شبر من جماجم نشئها، إنها مصر، حرم على شرف الجهاد يزار. حيا الله مصر، حيا شعبها، وحيا جيشها، وحيا حكامها المخلصين البررة، وحيا كل العاملين من أجل رفعتها وازدهارها وديمومتها دائمة قوية فتية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا، اللهم بارك أمتنا، اللهم حقق وحدتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، سووا صفوفكم وأحضروا قلوبكم، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.